نعم. طيب استاذ احمد هستاذنك، هننتقل بس لزميلي محمد سعيد مراسل قناه النادي الاهلي من الجزيره للوقوف على اخر اخبار اليوم الكبير والهام جدا للقلعه الحمراء. محمد اهلا بيك. مؤسسه النادي الاهلي اليوم انتخابات القلعه الحمراء لمده 4 سنوات القادمه. بدأ فتح باب التصويت في تمام الساعة 9:10 بعد إعلان المستشار أحمد مرسي عن بداية التصويت لكل أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي بعد تواجد القضاء على 126 لجنة والموظفين أيضا على الكراسي المعونة لكل قاضي من خلال 126 لجنة. 126 لجنة ب 126 قاضي، 252 موظف من النيابة الإدارية بيعاونوا وبيشرفوا على العملية الانتخابية. المستشار أحمد مرسي هو رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النادي الأهلي، والتي من خلاله سيعلن في فجر أو مساء هذا اليوم النتيجة النهائية لانتخابات النادي الأهلي، ويشرف بنفسه بشكل مباشر على انتخابات النادي الأهلي وإجراءات عمليات التصويت منذ الساعة 9 صباحا في دخول كل أعضاء الجمعية العمومية. وكان الشيء اللافت للنظر في وجود كبار أو نجوم كرة القدم ورموز النادي الأهلي، أتوا من كل مكان. يعني حتى الآن ما يقرب من حوالي ساعة ونص ساعتين منذ بداية عمليات التصويت، تقدري تقولي يا فيروز يعني ما يقرب من حوالي من 3,500 إلى 4,000 من أعضاء الجمعية العمومية. حشد غير طبيعي، تواجد لأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي بشكل غير طبيعي، أنا على المستوى الشخصي لم ألمسه من قبل. حتى في الساعات الأولى أو في أول ساعة ونص ساعتين يحضر هذا الكم، ده شيء مؤشر وشيء إيجابي لحرص وأهمية أعضاء الجمعية العمومية على المشاركة واختيار مجلس الإدارة. تم طبع 60,000 استمارة للتصويت عليها من خلال أعضاء الجمعية العمومية، وهذه الأرقام هي أرقام رسمية تم التحصل عليها من خلال المستشار أحمد مرسي. 126 قاضي، 252 موظف، وتم عمل الاحتياطات الوجبة إذا كانت هناك ظروف ما. يعني تم تواجد 50 موظف من موظفي النيابة الإدارية متواجدين في حالة احتياطية إذا تعذر استمرار أي من الموظفين المعونين للقضاء. أيضا هناك 20 قاضي احتياطي لل 126 قاضي الأساسي اللي بيشرفوا على العملية الانتخابية والتصويت. والزحام الكبير داخل الخيمة الانتخابية لدرجة أن كل اللجان أمامها طوابير، يعني بعد أن يدلي العضو بصوته داخل مكان مغلق، بالخارج أيضا هناك طوابير عديدة جدا في أمام اللجان، وتحديدا في اللجان من 1 إلى 25، ويمكن دي اللجان الخاصة بكبار السن اللي بيشاركوا في انتخابات النادي الأهلي. رأيت الكابتن ربيع ياسين، رأيت الكابتن أيمن شوقي اللي وصل من أمريكا خصيصا للإدلاء بصوته في انتخابات النادي الأهلي، تواجد الكابتن أسامة عرابي، يعني العديد والعديد من نجوم النادي الأهلي، كابتن علاء عبد الصادق. بشكل عام الصورة جميلة جدا ومبشرة، وتنبئ عن تحضر كبير جدا لاعضاء الجمعيه العموميه للحرص على التواجد، والتواجد باعداد كبيره جدا لن تقل باذن الله من خلال هذا المشهد عن 25 الى 30,000 عضو من الجمعيه العموميه. القائمتين والمستقلين الجميع بيصطف خارج الخيمه الانتخابيه للحرص مع الاعضاء على الادلاء بصوتهم واختيار اي من القوائم او اختيار المستقل، حرص ايضا مع الاعضاء النادي على الاختيار ونشر البرنامج الانتخابي. لكن في هذه اللحظات يسعدني طبعا ان يكون معي 2 من أعضاء الجمعية العمومية. في البداية برحب بيكم وحرصكم على التواجد منذ 9 صباحا، ده شيء مبشر. لكن احنا دلوقتي داخل الخيمة الانتخابية في صمت انتخابي، طبعا ما ينفعش اسألك اديت صوتك لمين لان ده صمت انتخابي مش هيبقى دعاية، لكن عايز اعرف حرصك على التواجد منذ 9 صباحا في انتخابات النادي الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايز اقول لك ان انا يعني دلوقتي والدي كان عضو في النادي الاهلي، انا دلوقتي عضوة، وولادي دلوقتي متجوزين واعضاء في النادي، احفادي، يعني احنا دلوقتي 4 أجيال في النادي الاهلي. انا عضو هنا منذ بداية السبعينات كعضو مستقل، ده حاجة انا تربيت عليها وتعودت عليها، ان انا لازم اشارك في الانتخابات. الانتخابات ماشية بشكل منظم، انا كست كبيرة دخلت فعلا بمنتهى الراحة، بقول للناس كلها انزلوا 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 فعلا، تعالوا شاركوا في الانتخابات، ده النادي بتاعنا اللي احنا لازم يعني نكون مطمنين، وكل واحد حر في اختياره على اساس اقتناعه. وانا بشكر بجد، التنظيم ممتاز، ما لقيتش اي صعوبه في الدخول، ما لقيتش اي صعوبه في الادلاء بصوتي. بشكر الاداره كمان. كم مره شاركتي في الانتخابات لغايه دلوقتي؟ طول عمري الحمد لله، من السبعينات. لكن المره دي تحس ان العدد في اول ساعه ونص ساعتين مختلف تماما عن الانتخابات السابقه. ممتازه ممتازه، الاقبال جميل. بقول ما حدش يخاف وما حدش يعني يبقى شايل هم ان في زحمه او هدخل ازاي، لا منظمه جدا من اول
كوبري قصر النيل. طيب برضو اعرف راي حضرتك، اتفضلي معانا هنا على الهواء مباشره. احمد العوضي، انا برضو فعلا يعني من زمان قوي وانا في النادي الاهلي وحضرت كتير انتخابات، المره دي تقريبا مختلفه شويه، يعني الناس كلها اعتقد اعطاء النادي الاهلي نزلوا النادي الاهلي المره دي ينتخبوا، والتنظيم حلو قوي، والنادي الاهلي ده اصله بيتي، يعني بيتي التاني اللي انا بجيه انا وولادي ولاد ولادي وابويا وكله الحمد لله. كم مره شاركتي في الانتخابات؟ لا كله على طول، لا طبعا كله من ساعه ما بقالي عضويه وانا بشترك فيها. يعني تشعوري النهارده ممكن الشكل النهائي بالعدد اللي يوصل فيه الجمعيه العموميه ممكن يوصل قد ايه، بما انك حضرت كتير وشايفه البدايه مبشره ما يقرب من 4000 في اول ساعه ونص ساعتين. لا لا ما يعني ما اعرفش، بس انا اعتقد الاعضاء كلهم يعني مش اقل من 40000 ابدا يعني باذن الله. طبعا كويس جدا يعني، لان حتى الناس جايبه، اللي جايبه اولادها واللي جايه هي وجوزها، يعني المنظر جميل قوي قوي يعني. اشكرك جدا، شكرا جزيلا.